أراد الشاب اللبناني جاد أن يتحدى الأزمة الاقتصادية المستمرة للعام الثالث على التوالي، فأسس قبل 6 أشهر شركة ناشئة متخصصة في مجال البرمجة تعمل وفقا لتقنية قاعدة البيانات المتسلسلة أو البلوك تشين للعملات الرقمية. إلا أن أزمة الانقطاع المتكرر للإنترنت ورداءة نوعيتها في لبنان أثرت على عمله الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه الخدمة. وصلنا لمرحلة أنه ما بدنا نترك بلدنا لأنه نحن عم نشتغل هون، ونحن أرباحنا بمجال هلأ عم يكبر، بنحس أنه هذا الموضوع بيكون مميت علينا إذا صار أكثر من يومين، خاصة هو مش بس قصة برمجة، هو قصة أنه نقدر نحكي مع عالم برا. ناطرتنا لنعطيها الشغل خالص، ناطرتنا بتوثق فينا، وهذا الشيء كمان بيوطي الثقة بالشركات اللبنانية ككل. شركات البرمجة والخدمات عبر الإنترنت ليست الوحيدة التي تعاني من هذه الأزمة، فالمواطنون يواجهون يوميا أطالا فنية في شبكة الإنترنت والاتصالات، حتى أن مناطق كثيرة أصبحت معزولة عن محيطها بسبب انقطاع الإنترنت فيها بشكل تام على مدى أيام متتالية. صراحة كتير بطيئة، وكتير أنه عم نتعطل نحن من وراء الإنترنت. يعني إذا في شغلة كان بعد أنه هيك بتشيل بالعالم هي شوية الإنترنت. مقارنة بالدول اللي حوالينا لا، نحن تحت الصفر بموضوع الإنترنت، خدمات عاطلة جدا. ويعود هذا الانقطاع إلى توقف أعمال صيانة الأطال ونفاد كمية الوقود في مراكز كثيرة، إضافة إلى الإضراب المتكرر الذي ينفذه موظفو شركات الاتصالات بسبب تدني قيمة رواتبهم. أمام هذا المشهد يطرح خبراء بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة. حل بهذا الموضوع لا يقدر يسمح للمواطنين وللشركات وللناس يقدر يحصل على الإنترنت بطرق أخرى إذا الدولة ما حتعمل دورة وتأمن الإنترنت من خلال سنترالات الطبيعية تأتي الدولة وغيرها. لازم يتم تشريع هذا الموضوع، لأهمية تشريعه للسماح بإدخال المعدات اللي المواطن محتاجها، ما يكون عم يهرب هذه المعدات ليقدر يعمل اتصال بالأقمار الصناعية ليحصل على الإنترنت، ومن خلال أنه ما يعرض حدا للمساءلة القانونية، ويكون هذا الحل مستدام إذا ما كان في إرادة عند الدولة لتقدر تحل هذا الموضوع من خلال سنترالات. هي أزمة تضاف إلى أزمات الأمن الصحي والغذائي والاجتماعي وغيرها من التحديات التي ترهق اللبنانيين. تنذر المرحلة المقبلة حسب خبراء في مجال التكنولوجيا بتفاقم أزمة الإنترنت والاتصالات مع تضاؤل الموارد المادية واحتمالية تزايد الأعطال الفنية واستمرار الأزمة الاقتصادية المتأثرة بالتعثر السياسي المستمر في البلاد. من بيروت، رودين أبي خليل، الحرة.